بالريشة واللون مختلفة اليوم مع فنان تشكيلي مبدع ومختلف. هو أستاذ بيعلم تاريخ الفن بأكاديمية القلبة وبجامعة قلبة لمند. بالريشة واللون مع جابي معماري. أهلا وسهلا فيك بعيون بيروت. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك جابي. يعني معك بنقدر نحكي فن تشكيلي، بنقدر نحكي عن لبنان ووضع الفنان التشكيلي بلبنان بشكل عام، بشكل خاص، والفنان بشكل عام. اليوم كفن تشكيلي ماذا تتعاطى بالفن وقد ايه داخل هيك بصلب وقلب الفن التشكيلي؟ أنا تقريبا صار لي أكثر من 26 سنة بمجال متابعة الفن التشكيلي على المستوى اللبناني والمستوى العالمي. فكل المعارض تقريبا اللي كانت تصير بلبنان من وقت الحرب وبعد الحرب وهلأ بالظروف الراهنة، يعني كل الوقت عم تابعون، عم نشوف شو عم بيصير، وكنت اكتب عنهم وارشيف كل شيء له علاقه فيهم. جريده الديار، كنت انا الناقد الفني لجريده الديار والديلي ستار وجريده البناء. ناقد فني قد ايه ممكن ينتقد حاله بعض الاوقات من بعد ما تكون اللوحه جاهزه؟ هو اجمالا النقد ما بي، يعني خلينا نوضح مفهوم النقد الفني شوي. النقد الفني مش المقصود فيه انه واحد يكون نيجاتيف او سلبي بعمليه التعاطي مع اللي عم بيصير. هذا اللي عم نشوفه هالايام، يعني دائما لازم يكون ثلاث ارباع، واي ثلاث ارباع اكثر، خلينا نقول 99% بده يكون في انتقاد لازع لكل شيء عم بيصير حوالينا. هلا الانتقاد اللازع مثل الانتقاد المنيح، بس الانتقاد اللازع اجمالا بيجيب صوت اكثر، يعني مثل ما بقولوا بالانتخابات بجيب جمهور اكثر، بجيب ريتنج. بس الفكره مش هون، الفكره انه في واحد يكون سلبي بكل اللي عم يعمله وفي يكون ايجابي. الوضع هو بالنهايه شو بده يبقى من اللي عم يكتبه، الناس كيف بدها تقرا، شو بده يوصل مساج، كيف بده يقرا العمل الفني. العمل الفني له جزئين بده ينطرح على اساسه، الجزء الاكاديمي يعني كيف بده ينشغل على جماليه الاكاديميه بالشغل، شو لازم ينعمل مع شو، كيف لازم تنحط الالوان، كيف لازم تتركب اللوحه الى اخره. وفي من بعد ما يصير هذا الشخص متملك لكل هاي الامور، كيف بكسرها وبيرجع بهيدي الاشياء اللي كسرها يعيد بناء صوره جديده باساليب جديده ومطوره بشكل مختلف، بيوصل الفكره اللي هو بده اياها. شو الناقد لازم يعرف على القليل، او ما يسمى ناقد فني، لازم يكون بيعرف على القليل بعض من هالامور إذا مش كلها، لحتى اللي يقدر يقرأ اللي عم بيطرحه الشخص كيف عم بيشوف الأشياء، ويستعمل العمل الفني جسر بينه وبين الشخص اللي عمله، بين الفنان، حتى اللي يرجع يوصل للعالم اللي ما قدروا العالم شافوه أو نظرة مختلفة عن اللي عم بيشوفوه العالم. وهيك بصير يعني هالمكعب عم ينشاف من ست جهات، وبالتالي بصير الامور كلها واضحه للكل. اذا بدنا نرجع لك جابي معماري، يعني بعد زمن فتره طويله وعمر بالفن التشكيلي، كيف توصف تجربتك الخاصه؟ انا مسابي انه انا بمارس عمل الفن التشكيلي الى جانب تدريس ماده تاريخ الفن والنقد الفني في الجامعه، و كل الوقت كانت تجربتي منفصلة عن هيدا الشيء، لأنه بالنهاية أنا شخص بتفاعل مع أحاسيسي ومع الأوضاع اللي أنا موجود فيها ومع المحيط اللي أنا موجود فيه، وبالتالي لما بدي أجي أعمل أي صورة أي مشهدية ما بحط الأستاذ محلي، يعني بكون أنا شخص مني أستاذ، بكون أنا شخص فنان بكل معنى الكلمة، ما رح أقول فنان، خلينا نكون شخص عم يلقط ورقة وقلم أو شوية ألوان على قماشي أو شوية تراب وعم يشتغل فيهم وعم يكتشف مع خبرة. هلا الخبرة أكيد هيدي دائما لازم يكون الواحد عنده شيء، لازم يكون تكنولوجي، يعني لازم يكون شخص متمرس بعملية كيف المواد بتتفاعل مع بعضها والآخره، وإلا بيكون شغله عم بيروح ضيعان. يعني من أكثر الأمثلة اللي فيك تفهميها بهذا المجال هو ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي من أكثر الأشخاص اللي كان عم بيجرب عملية أنه يخلط مواد ببعض البعض بدون ما يعتبر اللي سبقوه وتجربهم وين وصلوا. فبالتالي كثير من أعماله انضربت، كثير من أعماله انتزعت، ومن بيناتها أشهرها العشاء السري اللي هي دغري ثلاث جميع من بعض ما خلصت برشت تتهر.
عرفتي كيف؟ وبلش مثل ما بيقولوا بالعربي عض اصابيعه ندامه، بس سبق السيف العزل، يعني انتهى الموضوع، ما بقى في يعمل شيء. فلازم الواحد يكون عنده فكره هالمواد اللي بده يختبرها كيف تتفاعل مع بعضها. هلا قد ايه هو بيشتغل على حاله لحتى يصير يعرف، هيدا بينه وبينه. مثل وقت نحكي مثلا ديكار رسمه رائعه بس بنجي على التنفيذ ما بتتنفس. صحيح صحيح، يعني من الاشخاص كمان الارشيتكت اللي مهمين اللي توفت مؤخرا زها حديد اول مشاريعها اللي كانت جزء كبير منها ما كان يتنفس، لانه في فرق ما انك واحد ممكن نسميه عم بهلوس بالصوره، يطلع يخترع اشياء ويفبرك جماليات معينه بس يشتهر على الارض يعني. مشان نحققها بدها تكون صعبه تحقيقها، وبالتالي كان عندها مشاكل. هلا مع الوقت والممارسه والى اخره والزمن لا صارت تنتبه لهذه الاشياء والمشاريع، وخاصه انه التكنولوجيا بلشت تواكبها، يعني ساعدتها لحتى اللي تقدر تشتغل. طب كيف بتولد اللوحه بين ايديك جابي، وقد ايه بتكون الصوره واضحه من الاول، وقد ايه مسموح انها تتعدل مع الوقت؟ انا برايي اهم شيء ما يكون عنده الشخص صوره واضحه عن اللي عم بشوفه، لسبب بسيط. في نوعين من العمل الفني، في العمل الفني المباشر، يعني بتقعد قدامي بحط لوحة وبلش عم بشتغل على اللي عم شوفه. أوكي. وبهيدا إذا بكون عم برسمك بشكل كتير واقعي وطبيعي، يعني عم بنقول كل التفاصيل اللي موجودة، أو أنا عم شوف خطوط معينة وعم بشتغل عليها. عم تبرزها أكثر. عم تبرزها أكثر من غيرها، وبالتالي بكون عم بغير الأسلوب لمثلا انطباعية تعبيرية تكعيبية إلى آخره. الشيء الثاني، الجزء الثاني او الطريقه الثانيه، هي لما بتبلش يكون عندك افكار وهالافكار بتتزاحم براسك وبدك تنزليها تشوفيها على الورق. انا برايي بهيدا الجزء مش لازم يكون الفنان او الشخص اللي عم بيمارس الفن، يعني هي مسموحه للكل، مش انه بس اللي بنسميه فنان يعني مسموح له هذا الشيء يعني. نعم. فهي مفتوحه لكل الناس ومن كل الاعمار ومن كل الاجناس. فبالتالي هذا الشخص أنا برأيي لازم يعتبر أساس تعاطيه مع الصورة هو علاقة. علاقة هون شو العلاقة يلي فينا نشوفها مع هول الصور؟ العلاقة هون مثلا هيدي لوحة من اللوحات اللي لما كنت عم بشتغلها ما عم بستعمل ريش، عم بستعمل إيدي وعم بستعمل كواع وعم بستعمل أصابيعي، عرفت كيف؟ يعني تركت في مرحلة أنا تركت فيها الريش والفرشات وصرت عم اشتغل باصابيعي. ليش؟ لانه اكتشفت انه اصابيعي انا بقدر حس فيهم اكثر باللون، بقدر حس فيهم اكثر على المساحه، بقدر احفر اكثر وارتاح اكثر ونعم اكثر، وبالتالي المشاهد بحس باللوحه اكثر، هيدا اللي انا اقرب له. ايه انا كل الشيء اللي بعمله على اساس علاقه. يعني في اقول لك بونجور وفي اقول لك بونجور، اياها بدها توصل يعني كل كلمه بيبقى لها معنى. هون هي قصه علاقه. كمان هيدي الاجواء اللي بتوصل مرحله، مثلا في اجواء بنكون عايشينها بالبلد بتلاقي حالك لانه انت عم تمارسي، هي مرات ما بتطلع من اول مره، بده يكون واحد عم بيمارس ليوصل بس الخيار واسع اذا بدنا يعني ولا. بدك تكون لبنانيا، ايه بدك تكون تشوفي كثير، بدك يكون عندك مخيله واسعه، وبدك يكون عندك حريه وراحه وعدم تقيد بشروط. إذا بتقيدي حالك بشروط ما بتكتشفي أنت إمكانياتك شو هي، بتصير تخلقي مشاكل لحالك. مشان هيك أنا وقت كنت أعلم رسم وتصوير للشباب كنت دائما أقول لهم إنه ما في أغبى من الرسم، إنه واحد يعمل رسم هي أغبى شيء بالحياة، بس إذا بده يعمل له قواعد هونك خرب حياته. تخيل أنت بدك ترسم، ارسم. يعني مصطفى فاروخ إذا سامعين فيه، الرسام اللبناني الله يرحمه، كان عمره 9 سنين بذكرياته بيكتبوا، كاتب ذكرياته بيقول انه لما كان يقعد يرسم هو ولد كان يجوا الشيوخ السنيه المحترمين بوقتها يقولوا له يا مصطفى شو عم تعمل؟ اللي عم ترسمه حرام، هيدا كفر لانه انت بدك تحط لهم روح. فولد عمره 9 سنين شو بده يفهم؟ شو بده يحط روح يعني؟ فجأة في شخص صديق العائلة كمان شيخ اجى لعنده قال له يا مصطفى ارسم وترك الارواح علي. تريح من الموضوع. خلص بقى، ما ولد عمره 9 سنين شو بدك تعقدي له حياته يعني بالرسم؟ شخص عمره 70 سنة بدك تيجي تقولي له ارسم مثل ميكيلانجلو؟ معلش ارحموه شوية، خلوه يرتاح.
كل واحد عنده. عم نحكي انه ممكن الواحد يفجر كل شيء بداخله، يخرطش، يرسم، يخلط الوان، هيدا شيء، وبين يكون في احتراف وفي شيء رائع عم بيطلع من بين ايديه وعم بيعمل معارض فرديه وجماعيه، هذا اكثر شيء ثاني، يعني كمان هيداك بده دراسه، بده خبره، بده تحليل. مش ما عاد اغبى شيء الرسم يعني، لأن عم نحكي ليش بدي اقول لك اغبى شيء الرسم ومصر عليها؟ لانه فكره الرسم هي انك تلقطي ماده بتعمل زيح او بتعمل اثر وبتلقطي مساحه وتشتغلي هالاثر عليها وبيطلع معك رسم. نص التكعيبيه هيك، نص التعبيريه هيك، الاكشن بينتينج جاكسون بولوك الى اخره، شو عملوا يعني؟ انه بالنهايه اذا بدك تجي ما عقدوا حياتهم، طرطش شوي بالغلط، شاف كيف وقعوا على الارض، طلع فيهم صار يحط اللوحه على الارض ويقعد يكب فوقها، بس لانه هو متملك من بعض القواعد صار يعرف كيف بده يمشيها. اليوم بتاخذي ايدك وبتمشيها، بتاخذي الفرشيه وبتمشيها على اللوحه هيك. طيب انا اذا بعطيكي عصاي وبتغطيها باللون وبصيري تعمليها نفس الحركه، هيدا الشيء، بس لما ترسم وجوه، ترسم طبيعه، بتحسها عم تحكيك، كانها فعلا بداخلها روح. هذا كمان صار شيء ثاني، لكن ما فيها تحكي مين ما كان وما فيها تحكي كل الناس. إليفور اهم اشخاص بالمؤرخين الفنون بيقول لك بالفرنساوي الارتيست سو كونتونت دون مينوريتي كي ادمير سون ترافاي، يعني الفنان بيكتفي بمجموعه اللي بتستوعب. في عندنا مثل لبناني بيقول القرد بعين امه غزال. اليوم اذا انت بدك تعملي دسان وكل العالم ما حبته واجت الماما شافته وقالت لك يا تقبريني شو حلو هيدا، شو بتعملي انت؟ فنانه بتقولي لا انا مش فنانه بدك خلص خلينا نعيشها. اذا بدنا نمشي على هيدي كارثه. لا مش كارثه، هيدي القعده بالحياه صاروا كلهم نخيرهم بالسما اذا بتفكروا بس على راي الماما. الفنان اصلا بحياته، الفنان الاصيل يعني الشخص اللي فنان متواضع، يعني الانسان شخص بيعرف حاله وين، بيعرف شو عم يعمل، عرفتي كيف؟ الفنان يعني متواضع اجمالا. أي. الى ان يقدر فنه. كيف يعني بصير حقه مصاري؟ هيدا قصدك يقدر فنه بصير ب 450 و 10 مليون دولار يعني؟ لا ايه صار بطل. هيدي قصه طويله عريضه، هذا غير موضوع، هذا بدك 16 حلقه تفسريها ويمكن الواحد ما بيفهمها لانه كلها لعبه لوبيات. يعني في ناس ما بتآمن بالكونسبيرسي ثيوري، يعني نظريه المؤامره، بس كوني اكيد انه اول شيء البانتر والسكولتور يعني كل واحد فنان لما بلش بهيدي المصلحه، مصلحه بلش فيها لانه بده ياكل اخر النهار، في عنده فواتير اخر الشهر بده يحطها، بده يدفعها. ما فيك ترسمي لتكوني انت شخص، مع الوقت صاروا هول يكتسبوا خبرات ومهارات مع الوقت، وصار انه لانه اخبر من غيرهم ياخذوا اكثر. بس نقول يعني فن تشكيله جابي، بنكون عم نقول روح، خبره او موهبه. روح 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 خبره او موهبه. لكن اول شيء اذا بدنا نقول موهبه، يعني بس نيجي نقول موهبه يعني عم نعطيها لناس ونحرمها عن ناس تانين. بالنهايه الله خلقنا كلنا مثل بعضنا، اذا كنا منآمن انه في الله او اي روح موجوده او اي قوى عظمى خلقت كل واحد بيبرع لازم يكون كلنا مخلوقين بنفس المستوى، صح ولا لا؟ طب اذا كنا مخلوقين بنفس المستوى ليش انا اعطاني وانت ما اعطاكي؟ عطى الكل، يعني يكون نحن عم نعطي مجال معين. رح افسر لك اياها هي شو، هي عطى الكل، عطى الكل، ولكن في ناس وعيت، في ناس بعدها نايمه. يعني اليوم اذا انا بدي اقعد محلك حاور حدا يمكن ما يكون عندي موهبتك بالحوار، بس اذا بدك تقعدي محلي وترسمي يكون عندك موهبتي بالرسم. هيدي هي. يعني انا وياكي في عندنا موهبه بس عرفنا وين بدنا نوظفها مش اكثر ولا اقل. انت وظفتيها بهيدا المجال، انا وظفتها بمجال تاني، واحد بيوظفها بمجال الطب، بمجال الزراعه. صحيح، هيدي معناتها عطى الكل، كل واحد مجال. فوالا، مش بمجاله هو. في اشياء بتصير بحياه الانسان، حوادث معينه او اشارات معينه بيلقطها الانسان وبيتجه لها، وبس بصير يلاقي حاله هونيك بصير ينمي هيدا الشيء ويوصل. هي موهبه للكل، هي الكل عندهم روح، بس انه اليوم اذا انا بدي اتفاعل معك، يعني في ناس رومانسيه على الاخر ليوصلوا للافلاطونيه، وفي ناس رومانسيه شوي وفي ناس رومانسيه بالمره، بس مش معناتها انه ما عندهم روح. طب جابي معماري كله موجود،
لوين بتميل أكثر، للكلاسيكية أو للحداثة بتابلوياتك؟ يعني نحن هون عم نشوف شوي من كل شيء، ما عم بيصير لنا نعلق كثير. شوي من كل شيء هي مراحل تقريبا حوالي 25 سنة شغل. يعني ما فينا شوي من كل شيء، هي مراحل عم تتقطع بالتاريخ. يعني أنا وصلت لمرحلة كان عندي مشكلة إنه خلي الصورة اللي عم بعملها تقدر تتواصل مع اللي عم بشوفها، وهو أول واحد أنا. مثلاً مثل هون، هون منحس كأنه بدأ تحكينا. إن شاء الله تكون عم تحكيك، لأنه أنا حكيتني وقت كنت بالأردن. هيدي من الأشخاص اللي التقيت فيهم بالأردن، كانت بجراش، ويعني لسبب ما عم تسترزق على الطريق، عرفتي كيف؟ فأنا دائماً معي دفتر الرسم، يعني أنا عايش مع دفتر الرسم علاقة مختلفة كلياً عن علاقاتي مع العالم. شو اللي تغير بهالعلاقة من 25 سنة لهلأ؟ ما اللي تغير كتير إشياء، أنا تغيرت، كل إنسان بتغير، الأحداث حوالي تغيرت، الأوضاع تغيرت بالزمن. وكل هيدا واضح بكل لوحاتك؟ ما بعرف إذا واضح بكل لوحاتي، بس على القليل واضح بالنسبة لي أنا. يعني أنا بعدين بكتشفه، ما هون القصة واضح بقراراتك وأنت عم تترجمها، وكل واحد بتلاقيها. ما حدا بيقول أنا اليوم بدي غير، تقوم على بكرة تفرشي سنانك وتبلشي تعملي لوحة جديدة، ما بتزبط. في حياة واحد بعيشها، في أشياء بتتخمر فيه، بتفوت على قلبه، بصير تحركه من جوا، بيوصل وقت معين بلحظة من اللحظات خلاص بتطلع. هيدي هي القصة، ما بدها كتير يعني. It's very easy. العملية عملية بروسس، علاقة. وإجمالا وقت اللي كل الارتست اللي بيشتغلوا بيحسوا كتير باللي عم يعملوه، بس تخلص اللوحة أو اللنحوتي أو أي شيء عم يعملوا، حتى القطعة الموسيقية بحطها على جنب. المرأة أخذ كتير حيز من يعني المرأة أهم شيء بالدنيا. يعني اللي بيقلكم غير هيك بيكون ما بيفهم. المرأة أهم شيء بالدنيا. من وافقك الرأي. أهم شيء بالدنيا. والرجال إذا ما في شوي من المرأة، إذا ما في شوي من المرأة بيكون صخرة، بيكون خشبة ناشفة، يعني ما له علاقة بالدنيا، ما بيفهم يتعاطى مع الناس. أنا ما عم بقول إنه أنا كنت خشبة ناشفة باللحظة من اللحظات، وكتر خير الله يعني هلأ عم بفهم بعلاقتي الحالية، يعني عم بفهم مدى تأثير المرأة علي، وكتر خير الله أنه في عندي بحياتي شخص مرأة عم بتخليني شوف الأشياء بغير، بدون ما تفرض علي، يعني عم تخليني شوف بعلاقتها فيه وعلاقتي فيها كيف الحياة تتغير وألواني عم تتغير. وأنا شخص يعني هيدا الانفلونس قديه خلتك أنت حتى بطريقة شغلك، بطريقة موهبتك تغير. أكيد اليوم أنا البانتور تبعيتي الألوان تبعي تغيرت، مش بس هيك، أنا تقريبا صار لي فترة أنا في مجموعة كبيرة عم بشتغل عليها هلأ، أنه ما جبتها لحتى لي يكون عندها محضرها لمعرض. بس أنا كتير سوداوي بطبيعتي، بلبسك وبرسمك، بلبسي وبرسمي وبتعاطي وبرؤيتي للأشياء. فا كنت عم لاحظ على حالي آخر مرة إنه لا، عم فوت على حالي ربيعية أكثر، عم حالي ربيعية أكثر. وأوف كتر خير الله، يعني عرفتي كيف؟ إنه في شيء عم يتغير فيي. ومبدئيا هيدا الغرام بيقولوا له ان شاء الله. ان شاء الله. لا لا اكيد غرام. لا لا اكيد غرام، اكيد غرام غرام. بس الحلو انه علاقتي انا كشخص مع اللوحه هي نفس العلاقه مع شريكتي، عرفتي كيف؟ بدون ما يغاروا من بعضهم، بدون ما ما حدا منهم رح ياخذ مطرح الثاني اصلا. بس اذا ما كانت انا علاقتي مع اللوحه هي نفسها علاقتي مع شريكتي ما بعملها. نحن بنوجه لك تحيه، بنقول لك جود لك بكل شيء هلا عم تعمله. وقريبا المعرض يعني عم نشتغل عليه، تقريبا صار لنا شهر هلا بالبروسيس، عم نحضر منجوجي الافكار ومنشوف شو بدنا. وين رح يكون المعرض؟ بعدنا عم نشتغل، خليها بكره بنقلكم اوتوماتيكلي، بس نقرر على كل شيء. الفنان التشكيلي جابي معماري، اهلا وسهلا فيك بعيون بيروت. ميرسي كثير، خليكم يعطيكم العافيه.